الجدع اللي قدام حضراتكم ده هو المهندس المحترم علاء فكري، رئيس شركة بيتا إيجيبت، وهو مطور عقاري مخضرم ومختلف تماماً، وبيمتلك حافظة متنوعة من المشروعات السكنية والتجارية والإدارية والرياضية. خبرته بتمتد في قطاع التطوير العقاري لأكتر من 30 سنة، يعني عمر بجد، ربنا يديله الصحة، وشايد خلالها بعد تأسيسه شركة بيتا إيجيبت مشروعات عقارية متميزة زي بيتا جاردنز وجولف ريزيدنس وجولف كورنر مول ونادي بيتا الرياضي في غرب القاهرة وجولف بالاس وجولف هاوس في شرق القاهرة وأخيراً بيتا جرينز في القاهرة الجديدة أو تحديداً في مدينة المستقبل سيتي، واللي موقعه متميز فعلاً لأنه بيربط ما بين مشروع مدينتي ومستفيد من كل خدماته والعاصمة الإدارية الجديدة بعظمتها واللي بقت أحيائها روعة فعلاً. وبالمناسبة المهندس علاء فكري رئيس شركة بيتا إيجيبت بدأ تسليم المرحلة الأولى والتانية من مشروعه بيتا جرينز في المستقبل سيتي اللي مساحته 25 فدان وفي 672 وحدة سكنية من أول 90 متر والغاية 200 متر، بخلاف 62 فيلا في حي منفصل بتصميم فريد شديد الذكاء. وبدأ كمان إنشاءات المرحلة الثالثة اللي كلها عمارات ومخطط فيها كلاب هاوس كمنطقة تجارية ونادي رياضي لسكان بيتا جرينز، قمة الرفاهية والسعادة. وخلي بال حضراتكم المهندس علاء فكري رئيس شركة بيتا إيجيبت سر نجاح وجمال مشروعاته ووجود طلب كبير على وحداته اللي فاز بيها 5000 أسرة لغاية النهاردة هو أنه بيشتغل مشروع بمشروع، يعني يخلص تماماً المشروع اللي بينفذه ويسلمه ويطمن على سكانه وإدارة المشروع، وبعدها يبدأ المشروع اللي بعده ويعيد نفس الكرة بتفاصيل مختلفة تماماً، وما فيش مشروع بينفذه إلا بعد دراسة سوق عن احتياجات السكان اللي هيسكنوا فيه. تعالوا نزوره في مشروعه الجديد بيتا جرينز في مدينة المستقبل سيتي، واللي استثماراته تتجاوز 2 مليار جنيه، بجد متميز. احنا النهاردة في مكان بديع جدا، بيتا جرينز في قلب المستقبل سيتي. المكان ده متصمم حلو قوي، حضرتك رأيت فيه كل واحد يسكن هنا الخدمات بتاعته موجودة، حياته تبقى عاملة ازاي بعد ما يستلم الوحدة هنا، وحضرتك عندك سياسة عظيمة جدا. انا مش هبدأ في مشروع غير لما أسلم المشروع اللي أنا شغال فيه بالكامل والناس تبقى مبسوطة. خلينا نتكلم عن المشروع ده، مشروع رائع جداً على مساحة 25 فدان، حكايته إيه؟ مستقبل سيتي الحقيقة يعني شدت انتباهنا من حيث الموقع، من حيث تميزها الشديد في وسط منطقة عندنا مدينتي، عندنا العاصمة الإدارية، عندنا التجمع، عندنا محاور مرورية في منتهى الأهمية، طريق الدائري الأوسطي. التخطيط الجيد بتاع مستقبل والفرص المستقبلية المنتظرة في المستقبل من خدمات مناطق ترفيهية، من مساحات خضراء، مدارس تعليمية أوريدي بدأت تشتغل، فإحنا في مكان جيد وليه مستقبل جيد، وده بيخلي الحقيقة استثمارات العميل دايما في زيادة، ودي نقطة بتهمنا. لازم عشان أعمل مشروع العميل ده بيعتبر بالنسبة لي هو محور المشروع. مش مهندس علاء، احنا النهاردة بخبرة 30 سنة في التطوير العقاري بنأسس بيتا جرينز في نيو كايرو أو القاهرة الجديدة، ايه المختلف عنها عن كل المشروعات اللي حضرتك نفذتها قبل كده؟ شوف حضرتك، مفيش مشروع اتنفذ إلا ولازم في إضافة وتطوير عن المشروع اللي قبل. طبعا مفيش مشروع بننفذه إلا إذا كنا هنقول حاجة ما قلناهاش قبل كده. هنا في إضافة مهمة جدا بالنسبة للجراجات وتصميمها، وإزاي الجراج ده عنصر مهم ويبقى عنصر مهم ومريح. هنا التصميم بتاع المباني نفسها سواء داخلي أو خارجي متراعي فيه أقصى درجات الأمان والراحة. الأمان إن كل مبنى من العمارات دي فيه سلم هروب في حالة الحريق. عندنا التصميم الداخلي مساحات متنوعة، بنبدأ من أول 90 متر لغاية 250 متر. عندنا الواجهات الخارجية كلها واجهات مودرن، مع مراعاة إن هي ما تعملش حمل حراري على الوحدات عشان ما يبقاش فيه ضغط على استهلاك الكهرباء وعلى طاقة البيت ممكن يستهلكها. فالمشروع ككل مشروع سكني، ويمكن أقول لك ببساطة 90% من المشاريع السكنية في مصر متشابهة، ولكن اللي بيميز المشروع عن التاني التفاصيل
واهتمام الشركة بعد البيع واهتمام الشركة باحتياجات العملاء. باشمهندس هلا ازاي اهتمنا بالتفاصيل في المكان هنا؟ يعني على سبيل المثال انت عندك احدث انظمة ري، عندك عزل كامل للمسطحات الخضراء عشان ما تأثرش على المباني، الدهانات كلها تتحمل الرطوبة والحرارة وكل حاجة. الاهتمام بالتفاصيل دي تم ازاي؟ الاهتمام بالتفاصيل دي تم بداية من دراسة احتياجات العميل. لازم بنرجع لشركة أبحاث وتبدأ تعمل لنا دراسة في ذوق العميل النهاردة، احتياجاته، بيفكر ازاي، أهدافه، هل هدفه استثمار، هدفه سكن. بنسمع ونجمع احتياج العميل وذوقه بشكل عام ايه عشان نقدر نطلع ببرنامج نديه للمصمم نقول له حقق لنا الأهداف دي جوه التصميم. عدد الوحدات هنا سواء شقق سكنية أو فيلات، احنا اجمالي الوحدات كلها حوالي 740 وحدة، منهم 62 فيلا، ده حي مستقل اللي احنا واقفين في وسطيه ده، والباقي دي وحدات سكنية شقق بمساحات مختلفة زي ما ذكرنا، تتراوح من 90 متر لغاية حوالي 240 متر. التسليمات للمرحلة الأولى والتانية تشمل كم وحدة؟ احنا المرحلة الأولى والتانية احنا بنسلم تلتين المشروع، انا بيتبقى لي 200 وحدة بالظبط في المرحلة الثالثة. وانتهوا بيع بالكامل؟ بايعين نسبة 70%. المكان هنا تصميماته بديعة جدا، كلها تصميمات حديثة ما تقلش عن أكبر مطورين عقاريين في مصر وفي العالم العربي كمان. التصميمات دي تم اللجوء لشركات أجنبية في تصميمها ولا شركات مصرية؟ 100% مصرية، 100% المهندسين مصريين، الإشراف، التنفيذ، الخامات، إلا ما نظر. ودي الحقيقة نقطة فخر دايما لما بيبقى ضيف أجنبي أو حد بيزور المشروع أو بيزور الشركة، احنا دايما بنذكر النقطة دي لأن هي يعني نقطة قوة بالنسبة لنا في مقابل دول أخرى بيعتمد يمكن 90% على العمالة والخبرات والخامات الأجنبية. هو السياسات البيعية هنا حضرتك ملتزم بإيه؟ يعني السياسات البيعية اللي حضرتك بتنفذها داخل شركة بيتا إيجيبت إيه هي؟ يعني لو قلناها باختصار شديد كده، لازم نسبة المبيعات تكون أقل من نسبة التنفيذ، وفي نهاية المشروع يجب أن يكون عندي حوالي 20% من الوحدات غير مباعة تحوطاً للمفاجآت اللي احنا مش عارفينها. وزي ما ذكرنا حقيقة احنا بدأنا إنشاءات 2019، من 2019 للنهاردة احنا عدينا على مشكلة واثنين وثلاثة واربعة، آخرهم التعويم اللي تم في 22 والتغير الكبير في مستوى الأسعار. فبدون تحوط مستحيل تقدر تواجه كل المشاكل دي. المهندس علاء فكري رئيس شركة بيتا إيجيبت خدنا في جولة للفيلات عشان نشوف تشطيبها وكمان استغلال انخفاض التربة في إن الواجهة لكل فيلا تبقى دورين ومن الخلف تبقى تلت أدوار، ده بعد إضافة الدور الأرضي البيزمنت لمساحة الفيلا. ده بجد على فكرة، وكل فيلا بقت أربع غرف بخلاف غرف التخزين، وبجد التصميمات رائعة للأساس وأفكارها متميزة. كمان اتحركنا للعمارات وكلها على الطراز المودرن، شفنا وحدة بمساحة 180 متر لكن ذكاء المساحات يحسسك إنها ما تقلش عن 250 متر، وبرضو فيها أفكار متميزة ومداخل عمارات شيك. أما مساحات الجراشات فممكن تستوعب لغاية عربيتين لكل وحدة سكنية ويمكن أكتر. تعالوا نناقش المهندس علاء فكري رئيس شركة بيتا إيجيبت في قضايا القطاع العقاري. مهندس علاء فكري، بعد الجولة العظيمة دي شفنا الفيلات وشفنا العمارات، إزاي نحافظ على الجمال ده؟ يعني مين اللي هيدور هذا المشروع؟ هي النقطة دي من أهم النقط اللي لازم نقف عندها، لأن احنا دايما حتى في القانون اسمها الثروة العقارية. الثروة العقارية انت فعلا امتلكت ثروة، بقى عندك عقار فده ثروة. الحفاظ على الثروة العقارية دي احنا عاملين له شركة مخصوص اللي هي شركة EPM. الشركة دي شغلتها ودورها ووظيفتها الوحيدة هي ان هي تدير ما بعد التسليم، مسؤولة عن مرافق، مسؤولة عن الخدمات الداخلية، مسؤولة عن النظافة، مسؤولة عن الزراعة، بحيث ان حضرتك تبقى قاعد في وحدتك مطلوب منك انك تستمتع بالإقامة، ولو ليك طلب بتطلبه من إدارة الشركة بتحققه لك. هي النهاردة اللي مسؤولة عن مشروعات حركة الستة سواء في اكتوبر او العبور او هنا في قرى جديدة. المشروعات السابقة بمجرد الشركة ما بتنتهي EPM بتستلم وهي المسؤولة عن المشروعات بعد كده. المرافق هنا اخبارها ايه؟ مية وكهرباء، تلفونات، انترنت، الخدمات دي كلها هل موجودة؟ موجودة بالكامل. خلاص هتسلم صح ولا لا؟ كمستقبل سيتي الخدمات موجودة. عندنا في نوعين من الخدمات يعني هيبقوا موجودين ببرنامج زمني مختلف شوية، اللي هو التليفون والغاز الطبيعي. احنا عملنا الشبكة الداخلية
وفي انتظار الربط مع الشبكة الخارجية بمجرد ما تكتمل، يمكن عشان احنا سابقين شوية، اول مشروع بيتسلم في مشروعات مستقبل سيتي في المرحلة الثالثة، فبالتالي احنا سابقين شوية. لكن عندنا وعود ان ان شاء الله الخطة بالنسبة للمرافق في خلال 24 هنقدر نكون متضمنة التليفون والغاز وتبقى المنظومة اكتملت بإذن الله. وحجم استثمارات المشروع هنا قد ايه؟ المشروع ده تحديدا احنا بنتكلم في 2 مليار حجم استثمارات. ليه حضرتك عملت عمارات وفيلات 25 فدان؟ ليه مش فيلات بس او عمارات بس؟ هو كل الحلول ممكنه، هو ممكن يبقى فيلات بس وممكن يبقى عمارات بس وممكن يبقى ميكس، بس هو الحقيقه وجود الفيلات بيدي غنى للمشروع وبيرفع مستوى المشروع، بيقلل الكثافه العدديه جوه المشروع، بيزود مساحه الخضره في المشروع. فيعني وجود الفيلات مع العمارات ده نوع من التناغم والتجانس، ويعني الطبيعي ان المجتمع بيبقى فيه كل حاجه، في ده وفي ده وفي ده وفي ده وفي ده، ولذلك احنا عندنا تنوع في المساحات من اول 90 متر لغاية 240 متر وصولا للفيلا التاون هاوس وصولا للتوين، فالتنوع موجود وكلهم بيعيشوا في مجتمع واحد وبيستفيدوا بنفس الخدمات. خلي بال حضراتكم، المهندس علاء فكري رئيس شركة بيتا ايجيب تخرج في كلية الفنون الجميلة تخصص عمارة سنة 1982، ووالده كان مدير مالي بإحدى الشركات الوطنية، وتوفاه الله وعمر المهندس علاء فكري 15 سنة، وبعد تخرجه عمل في قطاعات التشييد والبناء والمقاولات، وأسس مصنعين للطوب والبلاط، وفي سنة 1988 سافر للجزائر اللي كان وشها حلو عليه فعلا، وبعد 4 سنين رجع مصر وأسس شركة بيتا ايجيبت سنة 1993، يعني عمرها النهاردة 30 سنة، لكن بتشتغل بخبرات بتمتد لحوالي 41 سنة. هنا هيبقى فيه زي ما ناس قالت لي كلاب هاوس ونادي، نادي رياضي. أيوه. أخبارنا إيه؟ إحنا عندنا فكرة النادي هدفها، مخططهم إيه؟ هدفها الأساسي إن أنا أوفر على الولاد الصغيرين مشقة الذهاب للتمرينات والرجوع من التمرينات والعذاب اللي بتتعذبه الأم والأب عشان الولد يروح التمرين. فالنادي هنا دوره إن هو بيوفر أكاديميات تتولى المهمة دي وتخلي عملية التمرين دي قريبة جدا وجنب البيت، ودي تجربتنا كانت في أكتوبر. يعني في أكتوبر إحنا موفرين النادي في عدد كبير جدا من الأكاديميات. حضرتك بتستهدف أنهي شريحة من العملاء؟ احنا بنستهدف الطبقة فوق المتوسطة اللي بنقول عليها البي بلس، وبنقول عليها أوقات اي ماينس، اللي هو بيحب يعيش في مكان حلو، مكان منظم، مكان في مستوى جودة عالية وسعر مناسب. بنقدم له ده، بنقدم له الخدمة، بنقدم له الجودة، بنقدم له تكلفة تساعده ان هو يعمل ده. والعميل اللي اشترى عند حضرتك ده النهاردة بيتابع المشروع؟ يعني بيجي يزور يشوف الزرع اللي اتعمل، يشوف الوحدة بتاعته، يدخل وحدته؟ احنا في تواصل جيد مع العملاء وبيعملوا زيارات مستمرة وبيطلعوا بيصور، وعاملين جروبات للعملاء مع بعض وبيتبادلوا فيها المعلومات والصور، لان الحقيقة في عندنا تقريبا 50% من المشترين من خارج، مصريين مغتربين مقيمين بالخارج، فهو بياخد معلوماته من جيرانهم وبيبقى مصدقهم اكتر. يعني معلومات الحمد لله كلها إيجابية، وزي ما كنت بحكي معاك قبل التصوير، يعني في دايما مقولة كده دمها خفيف في مستقبل سيتي، بيقولك دايما بيتا ايجيبت الحصان الاسود في مستقبل سيتي وبيتا ايجيبت، كلام الحقيقة بيشجع وكلام ايجابي وبيحسسنا ان المجهود اللي بيتعمل فعلا بيوصل. طالما هتسلمني انا مبسوط كعميل، ولكن في ناس ما بتسلمش لوحدتها. مظبوط، صح. ده حركة ترجعوا ليه؟ ده بقول لحضرتك ليه سببين. احد الاسباب بتكون خاصه بالشركه وسياستها، وفي سبب تاني بيبقى ظروف السوق بصفه عامه. في بعض الشركات بتبقى الهدف بتاعها التوسع والكم، ان انا بهتم قوي بالكم، ان انا يبقى عندي كم مشروعات ووحدات كبيره. وفي شركات اخرى بتبقى لا جدا ان هي تسلم، ولكن التقلبات السعرية اللي بتحصل، يعني احنا زي ما استعرضنا ال4 سنين اللي فاتوا، احنا قلنا هو كورونا 1، كورونا 2، حرب روسيا واوكرانيا، تعويم، انخفاض في قيمة عملة، ارتفاع في اسعار. فدي تحديات الحقيقة، لو الشركة ما عندهاش ملاءة مالية وما عندهاش سياسات تحوطية متوقعة دايما سيناريوهات وعندها السعادة، مش هتقدر تقابلها. يعني ما بتبقى الحقيقة هزة عنيفة قوي للشركة. طب أنا كمستهلك للعقار أو عميل للعقار، أثق إزاي في المطور العقاري اللي قدامي؟ إيه الشروط اللي حضرتك شايفها من خبراتك تقول لي
يا مستهلك لما تشتري الوحده دي لازم تسال على 1 2 3 عشان تطمن. يعني هو في مثل بيقول كده، تعرف فلان عرفه عشرته لا ما عشرتوش، لازم يبقى في اكسبيرينس، في تجربه. حضرتك النهارده بتستثمر مبلغ مش قليل، العميل بيروح يشتري شقه اوف بلان وبعدين يرجع يشتكي. انت بتشتري شقه اوف بلان، انت عارف ان في نسبه مخاطره نظير انك تاخد تسهيلات وفتره سداد بدون فوائد. عايز زيرو ريسك، يبقى تروح تشتري شقه جاهزه وتدفع ثمنها كاش، ويبقى انت كده يعني لا ضرر ولا ضرار. صحيح. اخترت الاختيار الاول وقلت لا انا عايز اشتري اوف بلان ولسه مشروع ارض فاضيه و قولا واحدا عندك نسبه مخاطره ايا كان اسم الشركه. هو لامتى هيفضل المطور العقاري هو المسؤول عن تمويل الوحده؟ يعني انا لما باخد وحده عند حضرتك على 5 سنين، انا كانك طردت منك 1 أو 2 على مدى 5 سنين، صح ولا لا؟ ايوه مظبوط صح. طيب الوضع ده هيستمر لامتى؟ ليه ما بنقعدش مع البنوك الوطنيه ونقول لهم لو سمحتوا مولونا، غطوا هذا الامر، انا ابني، انا اصمم، انا نفذ، انا اعمل حياه متكامله شكلها حلو، ولكن امول ازاي؟ ده مش دوري. لا ده دور البنوك. مظبوط. ما بنقعدش مع الناس دي ليه؟ مظبوط صح صح. عملنا اكتر من لقاء واكتر من حوار، مش كشركه بيتا، كمجتمع مطورين من خلال الشعبه والغرفه مع اكتر من بنك، وحاولنا نوجد يعني سيناريوهات للحلول على مستوى القطاع العقاري في مصر عموما. يعني البنوك بتبقى متحوطه جدا، فهو كل بيقدر يعمله ان هو يديلك تمويل انشاءات او ما بعد الانشاء، وحضرتك بتسلم وعايز تمويل عميل حسب الملاءه الماليه للعميل وكفاءته، فبيرجع للعميل. في عملاء دخلها عالي جدا بس ما بعرفش يثبته، في عملاء بتشتغل بره مصر وهكذا، فبالتالي بتلاقي في الاخر عشان يستمر العمل ان احنا بنتدخل او ان احنا بنبقى لينا دور اساسي في التمويل. احد الحلول تم مناقشتها مع احد البنوك، ان حتى احنا كمطورين ممكن يبقى المطور ضامن عشان يسهل مهمة البنك في الاقراض ويطمنه وهكذا، ولكن مع الاسف ما وصلناش لاتفاق مرضي، فما زال حتى الوقت الحالي المطور هو اللي بيقوم بعملية تمويل للعدد الاكبر من الوحدات. في تعاون بيننا وبين أكتر من بنك، وفي تمويل عقاري بيتم، لكن نسبته بالنسبة لإجمالي المبيعات نسبة محدودة جدا. الفترة فاتت دي كان فيها حديث عن تصدير العقار المصري، وتم وضع ضوابط في مجلس الوزراء وفي رئاسة الجمهورية بهدف دعم منظومة تصدير العقار المصري. دي ثروة عقارية كبيرة جدا. تقييم حضرتك لكل الضوابط اللي صدرت وكل القرارات اللي هدفها أنها تفتح أسواق كبيرة جدا للعقار المصري. موضوع تصدير العقار احنا مش اول دولة هتشتغل فيه، احنا متأخرين جدا واحنا سوق واعد، عندنا اسباب كتير قوي تخلينا نتفوق وتدخل لنا مبالغ طائلة. تنظيم السوق مازال هو كلمة السر. انا كمشتري اجنبي عشان ادخل اشتري من حضرتك عايز ادي لك فلوس، اخد عقد مسجل، عايز ادي لك فلوس اطمئن ان انا بشتري ملكية حضرتك بتملكها، اروح معاك جهة حكومية، نقعد في مكان مناسب ان هو يستقبلنا، نطلع على البيانات، نخلص الاجراءات، ندفع التزامات اللي علينا، اخد عقد الملكية بتاعي وامشي. الكلام ده مش متوفر. الاجراءات البنكية وفتح حسابات بنكية لغير المصريين ليها ضوابط، طالما ما عندوش اقامة مش هيقدر يفتح حساب في البنك. طب هو النهاردة عايز يشتري مني، عايز يحول فلوس، من حقه يبقى عنده حساب، من حقه يحط فلوسه في حسابه، من حقه يبقى فيه نوع من التعامل. الأمور فيها كلام كتير محتاج يتقال. الارتباط الكبير اللي من وجهة نظر أنا بيفرق مع بعض الدول اللي سبقتنا زي قبرص، زي اليونان، زي تركيا، زي دبي، زي أسبانيا، الدول دي حققت نهضة في التصدير العقار بحاجتين: إن بقى عنده سياحة قوية قوي، والسياحة القوية هي نافذة تسويقية طبعا. بدون طبعا. مجهود. الموضوع الثاني إن هو بقى عنده منظومة إدارية أثق فيها. مش مهندس علاء، من أحدث مشروعاتك بيتا جرينز في نيو كايرو، بتفكر لفين بقى؟ إيه الخطوة اللي جاية؟ إحنا بقالنا أكتر من 6 شهور الحقيقة في دراسة لأكتر من فرصة، شفنا فرص في القاهرة الجديدة. مع الدولة ولا شراكة مع مستثمرين؟ لا ما فيش شراكة خالص، إحنا نشتري أرض ونقوم بتطويرها. تمام. شفنا في شرق القاهرة، في غرب القاهرة، في الساحل الشمالي، وكلها كانت فرص مهمة وجدة، وتفاوضنا واجتمعنا، ولكن حتى اللحظة دي ما فيش حاجة أقدر أصرح بيها أقول مثلا إحنا اتفقنا على المشروع ده أو الخطوة اللي جاية في هذا الاتجاه. سواء من المؤكد إن إحنا داخل بلدنا ومش من ضمن أهدافنا الخروج لأسواق خارجية. إجابة حضرتك بتقودنا لسؤال مهم جداً عن اتجاه القطاع العقاري المصري أو مطورين عقاريين للسوق السعودي.
كتير منهم راحوا عشان يبنوا في المشروعات السعودية، مشروعات عملاقة جدا. تقييم حضرتك لهذا الاتجاه؟ هي كل شركة ليها حساباتها، كل شركة ليها ظروفها، وما فيش حد يقدر يقول ده صح وده غلط، لكن أنا بحكم على شركتي أنا وسياستي. إحنا شايفين إن الفرص في مصر ما زالت موجودة، فرص في مصر كتير بالعكس، يعني أكتر من طاقة الشركات اللي موجودة. ما عنديش سبب يخليني أستثمر برا بلدي في الوقت الحالي، يعني أنا النهاردة شغال كسبان مستفيد آمن، ما عنديش يعني لو الناس بتدور على مكان ما فيهوش مشاكل ده في الجنة. والطلب مستمر على العقار في مصر، والطلب مستمر ولن ينتهي وموجود، وعندنا تحديات وهتفضل موجودة، والأسواق الأخرى فيها تحديات وممكن تكون أكتر مننا. خلينا أسأل بحرك السؤال الأشهر في الشارع المصري النهاردة، نستثمر في العقار ولا في الذهب ولا ولا ولا؟ حرك احسب لنا القضية دي. لا توجد إجابة نموذجية لهذا السؤال، تختلف حسب مهارات حضرتك، عندك قدرة على إدارة أموالك ولا لا، عندك قدرة على متابعة استثماراتك ولا لا، حجم الاستثمارات قد إيه. طبعا في مبالغ صغيرة مش هيقدر يفكر في العقار، هيبقى هو مضطر يروح لحاجة زي الذهب أو بدائل من هذا النوع، يعني من ضمن البدائل البورصة مثلا. في مبالغ أكبر، وفي بعض المواطنين عندهم مدخرات مبالغ كبيرة قوي وما ينفعهمش إلا العقار، يعني اللي عنده مدخرات ب 15 و 20 و 30 و 40 مليون ما عندوش حلول إلا العقار. فالعقار ما يعني لم يتراجع ولم يسبب خسائر لأحد، هو ممكن في فترة السوق يهدى شوية، لكن أنا ما سمعتش عن حد اشترى عقار وخسر أو انضر فيه، إلا لو هو عايز يعمل استثمار سريع. احنا عدينا على ثورتين، عدينا على أزمات كتير، تعويم ما تعويمش، كل الظروف اللي فاتت دي العقار قوي ومتماسك ومكمل في مصر. المهندس المخضرم علاء فكري رئيس شركة بيتا إيجيبت نجح بجدارة في المستقبل سيتي بمشروعه بيتا جرينز، وأثبت أنه مطور عقاري من العيار التقيل، وأنه من نوعية المطورين اللي بيهتموا بأدق التفاصيل في مشروعاتهم وبيتابعوا تنفيذها بنفسهم.